السلام ومرحبا بكم. كيما وعدتكم باش نعملكم الفيديو على حكايه الرايب القله اللي في عندكم بخاز كلمتين تشوفوا فيها كيفاش نركح فيها وكل شيء. اما قبل ما نبدا نفسر كيفاش بدات الحكايه ومنين شريت وكل ما انا الجمعه هذه بعد ما تاليت الجمعه اللي فاتت جيت احفرت وين قله موجوده بصوا يا بعي تراب تري مبلول هذايا بعد جمعه معناها ما صبتش مطر ما بين لحد اللي فات ولحد هذايا. وبعدت عليها شويه القله هذيك حكيت 3 متر وبديت نحفر في تراب يابس رمل ما كملتش حتى نجمتش حتى نحفر تبع وجعتني وما مشيتش. معناها هذايا باش يوري اللي حكيت القله بالماء راهي افيكاس. كيفاش بدات الحكايه؟ احنا مرتي نرميت غرمت عندها بريود بالقلل والكيسان في الدار دايره كيما تشوفوا لهنا وهذه دونك هي شريتهم مولين. القله هذه راه فيها عارقه وسايب القطرات نتاع الماء دونك فهمت اكثر البرانسيب اللي قعدت نقرا عليه برشا في الجروبات ولي فوروم وكل كيفاش القله هي اللي تروي الارض بشويه بشويه ما تخليش النبته تشيح من الماء وما تخليش الاخرين يغرقوا برشا بالماء ويخمروا العروق. وليت سالتها على منين تشري فيهم يا وليدي قالت لي راهو اسمهم اولا دروبس في 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 نابل. وليت كونتاكتيتهم وتعرفت على السيد عم منصف شريف راجل عنده ما يقول في روحه تبارك الله عليه وقلبه معبي على حكايه الجفاف والماء والسقي بالقلل وفسر لي لهذا راهو نتيجه درا قداش من عام تجارب قعد معناه يجرب باللي موديل الكل حتى القوالب حتى الديستانس نتاع قداش من متر تعمل الميديتي في السول اكسيتيرا. دونك عجبني السيد محلاه انا سامباتيزي وتفاهمت معاه باش نعدي بتيت كوموند اون بخومي تون باش نجرب نتستي ومن بعد ان شاء الله غادي نكمل ناخذ. والحمد لله معناها الجنينه اللي عملتها صغيره مشات بالكدا توا زدت خذيت وقاعد نكبر بشوي بشوي باش نعمل ان شاء الله الكوان بوتاجي نتاعنا نتاع الصيف اللي فيه طماطم والفلفل والليتو وبرشا حاجات اخرين معناها ان شاء الله بنزرعوهم. بدينا بشوي بشوي به دونك مشيت له سيرو بلاس هديت معايا شكون من هنا كميونه عبينا كل شيء. احنا تعطلنا شويه على خاطر الفلوتور هو فسر لي مهمش ديما موجودين هو ياخذ فيهم من عند فورنيسر واحد اخر وهو ترى كيفاش يجيب فيهم معناها فيهم اشكاليه صغيره الفلوتور. دونك هو انا خديت خاطر سوليسيون كامله كل يوم معناها تشري القدر البركه كما تنجم تشري القدر باللي فلوتور ولا تحب ولا تنجم حتى تجيبه هو يستلي لك اذا كان ما عندكش جو نتاع البريكولاج وكل شيء. دونك وليت شريت بديت عنده النيسيسير وحكيت الكاوتش الكاوتش نتاع كذا ياسر غالي في بالي 50 متر قريب 100,000 ولا ما اكثر معناها يقول لك كاليتي باهي من كانكيوري. انا مشيت شريت برغاتير في 400 متر 200,000 كاو برغاتير نمرو 16 وشريت معاهم كل لي راكور ولي كود وصباب الصغار الكعبه ب 80 فرنك و 70 فرنك معناها يتكلف ارخص برشا من الكاوتشويات نتاع الجنينه. دونك شريت هذوكم وبديت وحدي نعمل كيل كومبا معناها نقيس هو خاطر قال لي القله اللي باش نحطها هذيك تبل اللي داير بها على بعد متر. دونك انا بالكومبا شاد حديده وبالمتر وندور على القله حتى لين نعمل هكاك ومن بعد نعمل وحده اخرى باش تبدا كان تفكروا قلنا في الماء تقبل لك السيركل سيغ كونسكري وانسكري وانترسيكسيون دي سيركل هذوكم الكل استحق يضربوا انا في الفلاحه. دونك بعد اكثر من 20 سنه دونك هذوكم باش عملت البلايص اللي شبدوا مبلولين باش ما تجيش نبته في بلاصه شايحه ولا كلي قله عندها بارتين مبلوله ما فيهاش حاجات مزروعه. دونك ركحت هكاك ومن بعد فما كل درش اسمها كل درشنيه هذيك تلقاوها في الكانكيري كي تكبس ما نعرفش الحق نسيت اسمها خذيت منها في بالي باش نركبها هي كعبه ب 400 فرنك هم اللي بيعوا فيها ب 500 فرنك قلت نكبس بيهم على لي راكور والكاوتش تاع البركاتير نمرو 16 اللي خذيته مي ماهيش في كاس فينالمون. انا عندي رولو تل وقت شريته بالكيلو عندي مده وعندي كلاب وليت عملت بالتل والكلاب اولا ارخص وثانيا طلع افيكاس اكثر من كل الحديده هذيك اللي بالفيس اللي تو ما نعرفش اسمها. بعد ما ركبت كل شيء حطيت القلل بعد ما حفرت لهم في لايسهم وركبتهم وركحت لهم حتى لاستراسيون كامله ربطتها بالسيتيرنا نتاع الماء اللي سيتيرنا اول حاجه ناكد راه ما تشريوش سيتيرنا اللي يجي لازم تكون عارف شنو المواد اللي كانوا فيها. راه فما سيتيرنات كانوا فيهم مواد مسرطنه لا يصلحوا لا للشرب لا للسقي لا لحتى شيء معناها بالحق تبدا فيها تصير تكليد وصب وما حاجه هكا
مكتوب عليها مخاطر ودرجنية، دوك مرام تاع لي برودوي شيميك بعدو عليهم. انا سيتيرنيت نعاود نقول تقبل في فيديو اخرى نعاود ناكد عليهم، انا سيتيرنيت بتاعي ما خديتهم كانش من عند معمل، مش معمل هو اتوجيه، كانوا يقطروا فيه النباتات الطبيه كما الكليل والزعتر وغيره، معناها كانوا فيهم زيوت نباتيه حاجه ما فيها حتى خطر على حتى شيء. لذا اذا كان باش تاخذوا سيتيرنيت للشرب ولا للسقي ولا اللي هو، يا تشريوه مجدد يا اذا كان مستعمل ما تعرف شنو كان فيهم. الاخرين اللي يبيعوا فيهم برشا على الفيسبوك راه فيهم، ولا حتى في اللي في راي، اذا كان في راي ما عندكش فيه ثقه ماذا بيك ما تاخوش حاجه لا قدر الله ترجع لك بالمضر اكثر من المصلحه. به نسكروا القوسين هذوما البارونتيز ونرجعوا نحكيوا على الانستالاسيون. دونك بعد ما برانشيتها مع سيتيرنا ما حليتهاش بالقوي برشا على خاطر لي فلوتور معناها شنو. دونك اذا كانت قوي في الديبي برشا، هذا جربت انا، جربت متسبيل على كعبه بركه ديبي قوي على الاخر ترشق الفلوتور، معناها الروشكا البلاستيك تنحات وخرج ولا الماء ما عادش يقف جمله. دونك سيتيرنا ديبي ضعيف حطو باش ما يقويش عليهم، باش تقويش البريسيون على الفلوتور، على خاطر حتى كان تقوى البريسيون والفلوتور يشد روحو عندك الجوان اللي عامله انت هذاك يولي يسيب لك في الماء. واحنا المهم نتاعنا هي الاقتصاد في الماء ومش نفيعوا الماء. هذا كنا نحكي فيه في بعد جمعه من التجربه معناها. لذا ما تقويش برشا، ما تحلاش على الاخر سيتيرنا باش مداش ديبي قوي، عينك ميدانك المره الاولى كيفاه تشوف، اذا كان ديبي قوي برشا نقص، خاطرك تخليها سيتيرنا محلوله، احنا خليناها جمعه كامله محلوله ما نقصتش برشا. والكعبات ما بطهمش بالسيتيرنا تنجموا تشوفوا معناها نقصوا لشتر. انا اللي فاز اللي ماخذهم تاع 7 اترات تقريبا ما عبيتهمش للفهم، دونك قولوا عبيت 6 اترات في جمعة، فما 3 إترات نقصوا رغم اللي مغطيهم بالصحن وكل شيء. دونك ما تبخروش ومبلولة، والقاع كما شفتوا البارتي اللي حفرت فيها ماهيش ما كملتش البرونشمون نتاعها، كملته الويكاند هذايا. دونك رواية الأرض على راحتها، وحتى النوار اللي شريناه واللي زرعناه الكل ملي كان ذابل شوية تبارك الله وقف وشد روحه باهي. دونك هذايا الغيزومي، هذايا التجربة نتاعي. دونك طون تاجي لكم الباج اللي تحب تشوفوا لاسويم، برشا ليكم على بيبليكاسيون تصرفيه على لاسويم، راه لاسويم سافاري فما عنده حاجه بتاع 5 اترات تاع 7 اترات تاع 10 اترات تاع حتى 20 في بالي و40 ولا قديش. دونك لاسويم ماهمش كيف وبالطبيعه الكميه معناها السوم يفرق انت والكميه، بالطبيعه كيف تشري برشا حاجات باش يطيح لك في السوم يعمل لك ريدكسيون. انا ننصحكم تتصلوا بيه. دونك فوالا، هذايا التلخيص نتاع تركيب الري من القله اللي ان شاء الله عطى نتيجه اوليه باهيه برشا تري بوزيتيف. ان شاء الله باش نكمل بها، عندي كوان بوتاجي مازلت قاعد نقد فيه، وكيف فما حاجات هكا تبدلت ولا معطيات ولا حاجه بالطبيعه تنزيد نعمل فيديو اخرى. معناها كان فما ما نعرفش انا بارامتراج في الكل قداش تحط القله، خاطر انا حطيت على قريت حساب على كل مترو، معناها كل قلة عندها مترو، معناها ما بين القلة والقلة تقريبا 2 متر، وانا نعمل فيها قلة شوية نعمل مترو 80 هكاكا بقل ريسك اللي تبدا على الحرف ونبدا على الحرف تبدا في الشيح وكل شيء. باش نجرب الحكاية هذيا وان شاء الله منا للصيف نعطيكم سيختو في الايامات السخانة الخايبة كتاع الصيف هذيك نشوف الريزلتا ونبارطاجي معاكم ان شاء الله تجربتي كالعادة، وربي يوفقنا ويوفقكم.